ثاني اسمه قلت له مهند، اللي هو اللي جندي الجيش. يلا مش معي، قلت له استنى دقيقة. بعدين نزلوني تحت باب الدار الجيش، ربط دي الجندي وعنيا جيشم، بعدين نقلوني عجيب. فيعني كان شعور لا يوصف لما قام بتكبيل ايديه للخلف، تكبيل عينيه، ويعني كان يعني جيش يعني عدد كبير جدا، يعني مش يعني كانهم جايين يعتقلوا، يعني ما اقول لا فدائي ولا واحد مطلوب ومعاه سلاح. كانت مفاجأة يعني غير عادية إله. فبقول لي يابا مشان الله تخليهم مش يضربوني، يابا في عندي بكرة امتحانات فصلية، يابا تخليهم مش ياخذوني، يابا تخليهم مش يسجنوني. إذا قطيت حالي بس على الشباك وقعدت أطلع فيه هم يربطوا فيه، طردني الجندي عن الشباك. يعني ضليت للصبح أعيط، يعني صدمة عن جد، إنها صدمة. لكن يوم الطفل بيشوف انه نظام الحماية اللي متحدث عنه عمال بتكسر قدامه، انه الاب اذا تدخل راح يضرب الاب، في كثير من الحالات ضربوا الاباء والامهات امام اطفالهم. انه يوم بشوف انه هذا النظام انهار وهاي الحماية انهارت، فيصبح هو عاري القدرات امام هذه القوة والجبروت العسكري الكبير. نحن طالعين اجونا 5 جبات جيش، انا بلشوا يضربوا فينا، غموا لنا عينينا، حطوا لنا ايدينا ورا ظهورنا، بلشوا فينا ضرب، حطونا بالجبال، بس حطونا بالجبال بين خشبتين دايكات هيك، حشرونا بيناتنا وبلشوا فينا ضرب. لما نزلوني حطونا على الشوك، بلشوا في ضرب في الكاع البواريد وفي جري، قعدوا يفتشوا في، وبعديها غموني وكلبشوا ايدي، حشروهن حشر. بعديها ركبوني في الجيب، كل ما ارفع راسي اجي احاول ارفع راسي يضربوني بكساك وفي كعب بوري. كنت كتف، كانوا يضربوني على ركب تاع راسي على ظهري. بعدين نزلونا من الجيب بالضرب، نزلونا يشدوا فينا، مزعوا لنا وعينا. نزلونا على المستعمرة، ودونا على غرفة صغيرة فيها وسخ وما وسخ، حطونا فيها قعدوا يجي هيك يتخوت ويحكوا لنا انت شو اسمك، يسأل السؤال للواحد فينا 10 مرات. المعاناة تبدأ منذ لحظة الاعتقال حتى مرورا في مرحلة التحقيق انتهاء في المحكمة، ويتمثل ذلك في طريقة النقل، حيث يتم وضع الأطفال في المركبة العسكرية على الأرض، على أرضية المركبة العسكرية، وخلال النقل يتم تعرضه لسوء المعامل من قبل الجنود المرافقين له في هذه المركبة، يتمثل ذلك في الغلط عليه وإهانته، وفي بعض الأحيان ضربه والاعتداء عليه، وانتهاء يتم أيضا تعرض الأطفال لسوء المعاملة أثناء التحقيق. دخلنا على التحقيق، الحين في بقوا محققين 2 كبار سألوا فينا في أسئلة، وإحنا نقول بقيت أقول لا، عشان قلت له لا ما ضربش ولا شيء، ضربني طب فيه ضربني عديها، عاد سألني نفسه قلت له لا، فضربني بالعصا، عصا هيك ضربني اياها، ضربني اياها، وبعدها حقق معي قلت له اه. المترجم تبع التحقيق لما انا حكيت له بضربش حجار ومش عارف شو، ضربني كفين، حكى لا انت بتضرب، قلت له بضربش، ضربني ثالث كف. والمشكلة اللي بتواجهنا احنا كمحاميين انه هذه الاعترافات اللي يتم اخذها من الطفل بطرق غير قانونية
المحاكم العسكرية بتستند إلى هذه الاعترافات بالرغم من عدم قانونيتها وبالرغم من عدم صحتها في إدانة الأطفال خلال المحاكم العسكرية. The best interest of the child is absent from the criminal legal proceeding facing Palestinian minors in the occupied territories, both at the level of the legislations and at the level of the illegal repetitive practices used by military forces during the detention, arrest, and interrogation of Palestinian minors in the occupied territories. وعند وصول الأطفال إلى مركز التحقيق والتوقيف يتم التحقيق معهم ونادرا ما يبلغون بحقوقهم المفروضة قانونيا، وأسلوب التحقيق المتبع عادة مع الأطفال المعتقلين يتخلله الترهيب، أو في بعض الأحيان يتم استخدام أسلوب الترغيب، أي بما معناه أنه إذا قمت بإدلاء اعتراف سوف يتم إطلاق سراحك فورا، وهذا عادة ما يكون يعني عكس ذلك، مجرد ما يكون بتقديم اعتراف بالمخالفة المنسوبة له يتم تحويله للسجن ويتم تحويل ملفه للمحكمة. What adds another dimension to the severe violations of Palestinian minors' rights in the occupied territories is the fact that in the occupied territories there are two different legal systems, two different sets of rules that apply, one on Palestinians and the other on Israeli settlers, both living in the occupied territories. We are dealing here with a situation of a clear discrimination between two groups of people, both living in the same territory on the basis of their nationality. فأنا برتقي أنه ما يراد من عملية الاقتحام والاعتقال والتحقيق هو أكثر من عملية الحصول على المعلومة، لكن يراد منه كسر إرادة جيل وتحطيمهم نفسيا ووضعهم في حالة من الارتباك والاضطراب والخوف الشديد، فيصبحوا أطفال أو جيل غير فاعل غير منتج غير ومنهار ومتعرض لكل هاي التجارب المؤلمة. شون لها هناك يوم وصلنا الجبات حط مربط على ايدي ايدي لورا ومضوا على عيني وحطوني في الجيب ودوني على عصيون صار يقول لي يلا روح ودي عشان ما رضيت اعترف اول مره صار يقول لي روح ودي صاحبك مهند عشان نندبك عن ثالث طابق مبقاش حدا يحميني وحدا يساعدني ما بقاش حد معي غير حالي